تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في رحاب برنامج ميادين في حصصه الرمضانية من 5:05 إلى غاية 5:30 في إطار مواكبة لأبرز محطات الحدث الرياضي. اليوم سنعود لهذا الاجتماع الذي ينعقد اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية، المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي سيتطرق إلى العديد من المواضيع، من بينها وضع رزنامة مباريات البطولة وكأس العرش، وكذلك مناقشة تواريخ مسابقة كأس العرش المتبقية ونهائي الموسم المنصرم الذي لم يلعب بعد بين الجيش الملكي والمغرب التطواني، والتساؤلات تتناسل حول ما إذا كان المكتب الجامعي سيتدارس أيضا مصير الناخب المغربي وحيد ألي لوجيتش على رأس المنتخب المغربي. سنعود أيضا إلى أخبار كل من الرجاء والوداد اللذين يواصلان استعداداتهما لخوض لقاءات الدور النصف النهائي لدور أبطال إفريقيا نهاية الأسبوع. الرجاء في ضيافة الأهلي المصري العملاق، والوداد ينزل أيضا ضيفا على فريق شباب الوزداد الجزائري. الحديث عن ذلك نستضيف وأستضيف معي في هذه الحصة، وأنا مسرور بذلك، صديقنا المدرب المغربي إسماعيل الزيدي. أخي إسماعيل، أهلا ومرحبا بك. اهلا ومرحبا سي فؤاد بك وبكل متتبعي برنامج ميادين واذاعه نداء. سي اسماعيل، كي داير مع شي رمضان؟ الحمد لله بخير، ديما رمضان مزيان، كندوزو النهار مزيان. نعم، كاينه اكتيفيتي، كاين نشاط. انت انسان رياضي يعني رمضان ما يدير منك والو. والحمد لله تا كنحاولوا ندوزو وقيت مع العائله مزيان. نعم، هذا هو اللي كاين. نعم، كندوزو الوقت مزيان. نعم، واحد اللي ماشي رياضي بزاف في الممارسه ولكن رياضي في الهويه وفي الميول وفي العشق، وهو صديقنا الصحفي المغربي رياض الغازي. سي رياض، اهلا مرحبا بك معنا في ميادين. اهلا وسهلا زميلي فؤاد وصديقي ايضا اسماعيل الزيدي، اتمنى لكم رمضان كريم، والحمد لله على هذا الشهر هذا اللي كيخلينا نشوفوا الاصدقاء ونشوفوا ونسمعوا اسماعيل اللي شحال هذه ما سمعناها خويا فؤاد. نعم. فقط للامانه الاعلاميه والصحفيه، ان صديقي رياض الغازي هو اللي ربطني بسي اسماعيل الزيدي، يعني كنت تابعت اسماعيل كلاعب مع فريق الفتح، كان غاب الانظار، ولكن في يعني منذ حوالي سنه ونصف يعني كان هو اللي وضعني بالاتصال واعطاني رقم الهاتف ديال سي اسماعيل باش كنا ربطنا الاتصال، وطبيعه الحال سي اسماعيل اضافه يعني كبيره بالنسبة للشباب اللي كيتابع المباريات، ويعني اللي غيقوموا وإن شاء الله بالشق الطريق ديالهم في مجال التدريب. نتمنى التوفيق إن شاء الله في المسيرة ديالو كمدرب إن شاء الله. والشكر كذلك سي فؤاد الرياض، رياض الشخصية المرحة والصحفي الخالق والمجتهد اللي كنتمنى لي كذلك، كنتمنى لي مسار كبير، وان شاء الله غادي راكيش في الطريق ديالو، من الناس اللي الخلق ديالو طيب والمحبة ديال الناس فين ما مشى عنده محبة وعنده واحد. الحمد لله. الحمد لله. طيب رمضان طيب مبارك لك اخي رياض. شكرا. طيب. شكرا. شكرا. وانتم زعما راكم جوجكم في كازا، زعما ما نقدرش ولا تسناوني تنجي، تسناوني تنجي لكازا عاد ديك الساعة نتلاقاو جميع. هذا هو اللي كاين. مرحبا. دابا حنا كنهضروا في التليفون، ولا كراك عارف كل واحد والمشاغل ديالو كنهضروا وكنباركوا. هذا هو اللي كاين بالفعل. طيب نمشي من بدايه الامر اخي اسماعيل، نمشي عند رياض نشوف معاه هذا الاجتماع ديال اليوم ديال المكتب التنفيذي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اللي يعني صرح بانه يعقد جمع ديال المكتب التنفيذي لتدارس بعض النقاط من ضمنها رزنامه مباريات البطوله وكاس العرش المقبله، كاس امم افريقيا لفئه السيدات، وكذلك التواريخ مسابقة كأس العرش المتبقية دور الربع النهائي، وأيضا مباراة نهائية لموسم الماضي بين الجيش الملكي والمغرب التطواني. يبدو بأن هذا هو يعني التصريح الرسمي، لكن هل ننتظر أن هذا الاجتماع ديال المكتب التنفيذي يقدر يتناول أيضا مصير واحد ليلوجيتش اللي في الآونة الأخيرة يعني كان يعني مطروح المصير ديالو بشكل كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، هل سنحتفظ بوحيد أم سنقرر الانفصال عنه؟ في رأيك أنت أخي رياض؟ بالطبع أخي فؤاد، كنظن بأن الاجتماع ديال المكتب المديري اللي كنا كنتظروه منذ الإخصاء من كأس أفريقيا الأمم، لأن صراحة أنا متبع
كثيرا هذه المواضيع وهذه الملفات وايضا اجتماعات ديال المكتب الجامعي. دعني اقول لك اخي فؤاد ان لم يكن هناك اجتماعات منذ مده، حتى في الاقصاء من كاس افريقيا الامم لم يكن هناك اجتماع باعضاء المكتب المديري، ولكن كان هناك تواصل عبر البريد الالكتروني عبر المكالمات الهاتفيه، ولكن ما كانش اجتماع حضوري لاعضاء المكتب المديري. الان هناك اشكال، هناك اشكال انفصال عن وحيد خليل وزيج، ايضا تكلمت عن روزنامه على المباريات، تكلمت ايضا عن مواعيد نهائي كاس العرش، كل هذه مواضيع ليست مواضيع آنية، الموضوع الآني، الموضوع الحالي. لأني أقول لك حتى المكتب الجامعي والأعضاء المكتب الجامعي الملكي المغربي لكرة القدم في تواصل معهم، فالكل يجمع على أن هناك إجماع على الانفصال عن الناخب الوطني وحيد خليل وزيش. الآن أظن بأن هذه مناسبة للمكتب المديري بقيادة رئيس الجامعة السيد فوزي القجاع لعقد الاجتماع وأخذ آراء. إحنا أنت تعرف فؤاد ويعرف أيضا إسماعيل الزيدي بأن الانفصال أو تعاقد مع مدرب أو ناخب وطني فهو له صبغة خاصة، له قيمة خاصة، ولا يتدخل فيه العديد من المتتبعين، ولكن هناك معايير، هناك أيضا بعض الأمور التي تهم شخصية الناخب الوطني، التعاقد معه والانفصال عنه، هناك أمور متشابكة. على العموم دعني أقول لك بأنه اجتماع مهم للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الأقل أخذ وجهة نظر المكتب المديري، أيضا إشراكهم في اتخاذ القرار، لأنه لا يعقل ألا نشرك أعضاء المكتب المديري في اتخاذ القرار. هناك فجوة عميقة بين أعضاء المكتب المديري ورئيس الجامعة، وإن كان أنا لا ألوم رئيس الجامعة، ولكن ألوم هؤلاء أعضاء المكتب المديري، لأن لا يعقل أنت داخل منظومة كرة القدم وتمثل نادي ولا تكون في 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 مسائل تشاورية ومسائل تشاركية حول تقييم أو انفصال أو تعاقد أو أيضا تطوير كرة القدم الوطني، لا تكون واحد من الفعاليات الذين يعطي آراءهم. أظن بأن الآن نحن أمام منعرج حاسم، وهو التعاقد مع مدرب جديد أو الانفصال أو حتى الإبقاء عن واحد، لأن اليوم يجب اتخاذ قرار حازم، يجب أن نكون موضوعيين، إبقاء على واحد، الانفصال على واحد، ليس هناك ثالث شيء. ربما هذا هو التساؤل المطروح بالنسبه لك اخي اسماعيل الزيدي. كما يعني ذكر يعني رياض، يجب يعني على الجامعه الملكيه المغربيه ان تخرج في ظل كل هذه الانباء المتضاربه حول الاقاله، حتى ربما تسريب بعض الاسماء التي يمكن رشحت للاشراف على تدريب المنتخب المغربي. نقول دائما ليس هناك دخان من دون نار، ربما هذه الانباء هناك من يسربها. يعني ما كتشوفش معايا انه اليوم الجامعه الملكية المغربية في هذا الاجتماع ديال هذا المكتب التنفيذي، بغض النظر على أنها تكشف على روزنامات المباريات ديال البطولة وديال كأس العرش إلى غير ذلك، عليها أن أيضا أن تتخذ قرارا حاسما ونهائيا بخصوص مصير وحيد للوزيج، إما بالتأكيد وتثبيت الناخب في مكانه أو الإعلان عن إقالته، يعني يكون هذا بشكل مبكر قبل انتظار الاستحقاقات القادمة التي ربما لن تأتي إلا في غضون شهر يونيو القادم. ربما الان احنا كنتكلموا على هذه المسائل هذه، لان ملي كنشوفوا الوقت اللي باقي لكاس العالم، باقي تقريبا 6 7 الشهور، باقي الوقت الكافي للتهيئ، وكذلك كاينه مقابلات اقصائيه ديال كاس امم افريقيا. بالنسبه لما تحقق هو مهم، لان ما تحقق هو تاهل لكاس العالم والظهور بوجه مشرف 2018، وبعد ذلك كاين اسماء اللي بقات من جيل سابق، فحال حكيمي، فحال سايس، فحال بونو، فحال نصيري، وأسماء أخرى اللي جات المنتخب وكذلك حقو تأهل، وكان تضافر مجموعة ديال المكونات وعلى زعما في الرأس ديالها، على رأس الجامعة الملكية المغربية، بأن المغرب استطاع أنه يمشي لكأس العالم المرة الثانية على التوالي. كذلك مجهودات ديال اللاعبين اللي جاوا كأعطوا مستوى طيب، ما غاديش نذكروا المستوى الطيب اللي دار في الإقصائيات رايان مايي وبعض اللاعبين كذلك اللي تبتوا المكان ديالهم في وسط المنتخب، ومجهودات مستمرة كذلك ديال سفيان أمرابط. كنظن مع المدرب واحد هاليلوزيش مرحلة ما بعد كأس العالم اللي جاء واحد الإقصاء اللي كان مر ضد مصر، لأنه كان في المتناول، والكل أجمع لأن المنتخب المغربي في تلك المقابلة كان بإمكانه أنه يسير المقابلة بطريقة
افضل، لكن بعد ذلك شفنا واحد الوجه مغاير في المقابلات ديال السد، خصوصا مقابله الاياب اللي عطات واحد الوجه وجه مشرف، وجه مشرق، ووجه كيعطي امل بان المنتخب المغربي غيكون حاضر بقوه. التحدي المقبل هو تحدي اكبر، تحدي مستوى عالمي، مستوى دولي، مستوى اللي قادرين عليه المنتخبات اللي كتفوز بكأس العالم فهي معروفة جدا ومنافسة كتكون قوية. ومني كنهضروا على المستوى اللي كنلعبوا فيه فيكفي أننا نذكروا أن المجموعة اللي تحت المنتخب المغربي فيها كرواتيا وصيف بطل العالم، وفيها بلجيكا الثاني على العالم اللي كان في المونديال السابق بان بواحد الوجه كبير. كنظن أن هذه المرحلة كيف ما قلتوا بجوج وأنا متفق معكم، هذه المرحلة هي مرحلة حسم ونعرفوا شنو هو باغي لنا كأس العالم، وكذلك الحسم في بعض الأسماء اللي كتروج واش هاد الأسماء فعلا هي اللي غتقود المنتخب، وكذلك بعض الأسماء اللي الكل يجمع على أن مستواها طيب وأنها تستحق أن تواجد في المنتخب ولكن ما كتواجدش في اللائحة. كل مرة كيكون سبب عدم المنادات على هذه من الأشياء اللي يجب توضيحها كي المتتبع يكون عنده واحد الرؤية واضحة حتى الاستراتيجية ديال الجامعة توضح ويبان لنا الطريق اللي غادي نمشيو به لكأس العالم ان شاء الله. هو كأس العالم التأهل ديالو ماشي سهل لان كل اربع سنوات وكل المنتخبات في العالم اكثر من 160 دوله كتطمح انها تكون في كأس العالم. احنا من بين 32 دوله محظوظه ولكن مجهودات كذلك استطعت انها تكون في كأس العالم. اذا الطريق يجب ان تتضح باش نشوفوا شنو هو المسائل اللي خاصها لي بريباراسيون التحضيرات لكأس العالم، لان سمع شهر غادي يدوز بواحد السرعه وخاصنا نشوفوا المنتخب المغربي على اتم استعداد في قطر 2022 وبالعناصر اللي كتستحق التواجد في كاس العالم ان شاء الله. نعم هذا هو المطلوب، هو اننا نوضع خطة الطريق لان يجب كما ذكرتي يا سي اسماعيل وربما تشاطروني الراي انه الاهم الان هو الاهتمام بمرحله الاعداد. خص المنتخب المغربي يتم الاعداد ديالو في احسن الظروف، يجب وضع واحد اللائحه ديال نقدروا نقولوا 30 40 لاعب ليكونوا ضمن اللائحه الاوليه ديال الناخب المغربي ومن ثم مواكبه هذه العناصر، لان الموسم لا زال طويلا على الاقل الان يعني بالنسبه لهاد اللاعبين يجيش في المنتخب المغربي حتى شهر يونيو، ثم هناك فترة انطلاق البطولات شهر غشت القادم، غشت شتنبر وأيضا أكتوبر ونوفمبر أي قبل انطلاق المنافسات. يجب الإعداد لهذا الكأس العالم بالشكل الأفضل مهما كانت النتائج، المهم أن المنتخب المغربي يظهر مظهر جيد في كأس العالم القادمة. طيب بالنسبة للحدث هذا الأسبوع يعني البطولة المغربية لن تستأنف إلى في نهايته، لكن الأنظار ستتجه بالأساس إلى الجزائر ومصر وذلك من خلال مشاركة أي الفرق المغربية على وجه الخصوص في دوري الأبطال، وبالنسبة للفريق البركاني فريق ناس بركان أمام المصري البورسعيدي في منافسات كأس الكاف. الأنظار متجهة بالأساس إلى القطبين الوداد والرجاء. نبدأ بفريق الوداد معك صديقي رياض الغازي. حول الوداد هناك بطبيعة الحال الأخبار القادمة من يعني مركب بن جلون تتحدث عن أن الفريق يستعيد لاعبيه المصابين بشكل تدريجي، يعني يحيى عطية الله أيضا الشيخ كومارا وكذلك رضا الجعدي، وربما يعني شراشم هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن لقاءي فريق شباب الوزداد. هل تؤكد لنا هذا الأنباء؟ هل لديك أخبار أخرى يعني عن استعدادات فريق الوداد لمواجهة جهاز فريق شباب الوزداد؟ هو بطبيعة الحال كما بمعنى جميع لاعبي الوداد الآن فهم جاهزون لهذه المواجهة كما ذكرت يا أخوي فؤاد بأن عطية الله هو العنصر المهم اللي كان في الغيابات، لأن إذا تكلمنا على الغيابات فغادي نتكلم على اللاعبين اللي كيلعبوا كلاعبين رسميين. كان عطية الله في فترة من الفترات، كان تاتا الحسوني الآن الجديد، يعني هادو لاعبين لسجعهم فريق الوداد. الجديد بدأ كتمثل الشفاء وغادي يكون لا بغي يعتمد عليه السي وليد غادي يكون موجود. كنظن أنا ماشي هذا هو الإشكال لأن فريق الوداد، لأن الوداد شنا في المباراة ديالو يعني حقق 15 هدف دور المجموعات، انتصر في حصة عريضة في الجولة الأخيرة أمام بيترو أتليتيكو، أيضا في كأس العشرة فاز على شباب محمدية بثلاث أهداف لهدفين، وبالتالي كيبان بأن الماكينة الودادية تشتغل بشكل تدريجي، يعني غادة من حسن إلى أحسن. كنظن بأن الإشكال أو العائق الوحيد لفريق الوداد هو الرحلة،
لان كما تعلم اخي فؤاد ويعلم اسماعيل الزيدي فما كاينش رحله مباشره من المغرب الى الجزائر. حنا كنعرفوا الظروف وكنعرفوا المسائل اللي كانت سياسيه وايضا كنعرفوا الجزائر كيفاش تعاملت مع هذا الموضوع، فاكيد ما كاينش رحله مباشره وفريق الوداد غيضطر باش ياخذ رحله الى تونس ومن تونس يمشي للجزائر عبر حافله او طائره اللي تكون طائره مباشره. لحد الساعه باقي ما كاينش حتى شي رؤيه واضحه، ولكن على العموم الرؤيه اللي كاين الان بان الوداد غادي يمشي في رحله ماشي خاصه، رحله عاديه لتونس، ومن تونس غادي يستقل، ممكن يستقل حافله، ممكن يستقل طائره اللي غادي توجه الجزائر. ولكن هذا ماشي ما كنعتبروش عائق، لان فريق الوداد عاش مثل هذه الرحلات خاصه في جنوب افريقيا، لان كان كينزل في جوهانسبورغ من بعد كيمشي لبريتوريا على متن حافله. دونك ما كاينش عائق، ولكن اللي كنظن انا واللي كنتمنى هو فريق الوداد يكون مستعد ذهنيا لهذه المباراه، لان غيكونوا عراقيل اللي كثيره، غادي يكون ممارسات اللي تخلي فريق الوداد يفقد التركيز ديالو. حنا اليوم فريق الوداد يمثل المغرب المؤهل الى نهائيه كاس العالم بقطر، سيواجه فريق بلوزداد الذي يمثل الجزائر غير المؤهل الى كاس العالم بقطر. هناك معطيات يجب ان نحتاطم منها. اظن بان وليد الركراكي اول تجربه له في منافسات ربع النهائي، نعم. ولكن لديه لاعبين في مستوى كبير، يعني حتى التركيبه البشريه بالاحتياط اللي كاين في بنك الاحتياط اظن، نعم. لانه لديه تركيبه بشريه كبيره باستطاعته ان يعود بنتيجه ايجابيه من الجزائر. نعم، ذلك ما نتمناه بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، وما نتمناه ايضا لفريق الرجاء. بالنسبه لك الجانب التقني صديقي اسماعيل الزيدي، ترى الوداد عنده المكونات، عنده المؤهلات انه يتجاوز فريق، يجب ان لا نسقط في استصغار فريق شباب الوزداد، لانه فريق اللي بطل الموسم الماضي ويواصل السيطره على كره القدم الجزائريه على مستوى الانديه هذا الموسم، إذ يحتل صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط عن المطارد وعنده 3 المباريات مؤجلة. هذا يعني أنه عنده فارق مريح باش يحرز اللقب الثاني ديالو على التوالي، فريق اللي عنده فرديات ويقدر يخلق متاعب كثيرة لفريق الوداد. وكذلك من تكلمتي صديقي فؤاد على الجانب التقني، فشباب بلوزداد يمتلك خط هجوم بقيادة كريم العريبي اللي عنده مقومات كبيرة وتسجلوا أهداف كذلك أمام فريق الوداد المتوهج بوسط ميدان ممتاز جدا متكون من جبران داودي والشعدي، كذلك خط الهجوم والضغط على حامل الكره في الشق الهجومي فهو من الاسلحه اللي اعطت الاكل ديالها بالنسبه لفريق الوداد. شفناه في المقابله الاخيره انه المهاجمين ديالو بدايه من بنزا كيضغطوا بشكل كبير على المدافعين ديال الخصوم، وبالتالي كياخذوا من عندهم كرات مع القوه اللي عاطيها وسط الملعب في امتلاك الكره، كذلك ملي تيكون لاعب فحال الحسوني في وسط الملعب وخط دفاع بقياده الداري اللي كيصعب كذلك، رغم انه تسجلوا عليه اهداف ضد شباب محمديه، لكن بقياده الداري كنظن ان خط الدفاع الوداد صلب وعنده كاع الامكانيات، عنده جوج الاظهره اللي كيقدروا يساعدوا. كنظن انهم خصهم يلعبوا المقابله وخصهم يتذكروا بشكل كبير، خصهم يتذكروا المقابله ديال كايزر شيفس في السنه اللي فاتت، لان الوداد كان مرشح ويجب الحذر من مثل هذه اللقاءات. شباب الوزاد ماشي فريق سهل كيف ما قلتي، فهو فريق بطل، فريق يحتل الصداره، فريق تاهل ماشي هو الاول في المجموعه ديالو، لكن مع ذلك يجب الحذر خصوصا في هذه المقابله الدام، ويجب زعما الضغط بقوه على الفريق كي يرتكب الاخطاء اللي خاصه ترتكب باش المهاجمين ديال فريق الوداد يبلوروا على الاهداف، لانه لا جينا من الجزائر بهدف او هدفين تكون مناسبة للوداد أن المرور يكون في الإياب يكون سهل إن شاء الله. ذلك ما نتمناه للوداد، نتمناه أيضا لفريق الرجاء البيضاوي الذي يقوم برحلة محفوفة بالمخاطر أيضا لمواجهة فريق الأهلي المصري يوم السبت القادم، من السلطات المصرية التي سمحت للفريق الأهلي بأن يستقبل في ميدانه بحضور 20,000 متفرج فقط، في ملعب تسير طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 60,000 متفرج. الرجاء الذي سيرحل إذن إلى مصر، لكن وسط تخوفات حول الحالة الصحية لمجموعة من اللاعبين، الفريق سيستعيد عميده وقائده المحسن متولي. يعني بالنسبة لك رياض، شنو هي ربما نقدروا ننتظروا فريق الرجاء البيضاوي أمام الأهلي المصري؟ صحيح الأهلي يمر من مرحلة فراغ، لكن يظل ذلك الفريق الإفريقي اللي حرز على أكبر عدد من الألقاب واللي بإمكانه أنه يعني يطور الأداء ديالو
ديالو في مثل هذه المباريات الحاسمة؟ هو صراحة فؤاد أنا كنت خوف من هذه المباراة لعدة أسباب، أهمها فريق الرجاء لعب جوج ديال المباريات متتالية 120 دقيقة في مباراة ديال كأس العالم، هذا جانب. العودة ديال متولي كنظن غتعطي واحد النقاط إيجابية لفريق الرجاء، لأن كنعرفو متولي بالخبرة ديالو بالتجربة ديالو، ولكن ما نساوش ملي كنتكلمو على فريق الرجاء في المنافسات ديال كأس العالم ولا حتى المنافسات القارية ولا منافسات البطولة الوطنية، فالرجاء كان يعرف رغم أنه يمر بأضعف الحالات ديالو يعرف كيف ينتصر، وهذا شيء مهم. ولكن ما نساوش الآن ما غلبوش مع نادي اللي ما عندوش تجارب، بالعكس إلا تكلمنا على الرجاء ينتصر بالتجربة ديالو أمام أندية أخرى، فاليوم الأهلي بالتجربة ديالو بالإكسبيريونس ديالو بالقوة ديال اللاعبين ديالو وخا هو في أسوأ الحالات ديالو يعني غادي يعرف كيف يتعامل مع هذه المباراة مع فريق الرجاء اللي صراحة شكوك كثيرة وأيضا مخاوف كثيرة على الأداء ديال اللاعبين ديالو، فكنظن بأن الرجاء يؤدي ضريبة عدم انتدابات في المستوى، غياب انتدابات من المستوى العالي، ايضا التفريط في لاعبين اللي كانوا كيشكلوا قوه ضاربه ديال فريق الرجاء وعدم تعويضهم بلاعبين بنفس القيمه وبنفس الاداء. اظن بان الرجاء يجب ان يتعامل مع هذه المباراه بشكل ذكي، يجب ان يعود باقل الاضرار، لان فريق الاهلي رغم انه ليس في أبهى مستوياته ولكن فريق الأهلي بقوة لاعبيه وأيضا بتجربة لاعبيه نعم. يمكن أن يخلق مشاكل لفريق الرجاء. طيب فريق الأهلي إذن ربما فريق اللي كنقوله لا زال فريق قوي، لكن رجاء صديقي إسماعيل هو الفريق دعنا المتخصص في قهر الأهلي لأنه بالأرقام سبق له انتصر عليه يعني في ثلاث مناسبات أو لا في مناسبتين، تعادل في ثلاث لقاءات وانتصار وحيد للأهلي. الرجاء يعني هو أيضا فريق اللي عنده مهارات عنده فرديات واللي اكد قوه الشخصيه ديالو في اللقاءات الاخيره ديال كاس العرش، يعني فريق اللي كان يعني كما كنقولوا لقى الصعوبات في بدايه المباراه ديالو الاولى في الدور السادس عشر النهائي امام شباب قصبه تادله، سجل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي التالي، ثم ايضا امام رجاء بني ملال قوه الشخصيه ظهرت في فريق الرجاء اللي حقق التعادل في الانفاس الاخيره يعني بواسطه يعني المدافع حركاس، وهذا يعطي أن الفريق فريق لا ينهزم وعنده قوة شخصية. يا صحيح أن المرجعية التاريخية صالح فريق الرجاء، وصحيح أن الرجاء في الآونة الأخيرة أكد على قوة شخصية خصوصا من المدافعين في حال حركاس اللي كيأدي واحد المستوى طيب لأول الحدود في وسط الدفاع ديال فريق الرجاء، لكن ما يفتقر إليه الرجاء في الآونة الأخيرة هو وسط ميدان اللي قادر على احتكار الكرة، لا إعطاء كرة كثيرا للمهاجمين، مهاجمين اللي قادرين كذلك على بلورة الفرص الى اهداف. يمكن العوده ديال المتولي غتكون عوده مبشره لفريق الرجاء لانه لاعب يمتلك من المقومات ما يجعله احد زعما الاعمده ديال الفريق واحد اللاعبين اللي يمكن زعما في هذه المقابلات يظهروا بمستوى طيب. يمكن المناسبه هي مناسبه كبيره، مناسبه امام فريق كبير اللي هو الاهلي وفريق مدجج بالنجوم، يكفي أننا نذكر أن 9 لاعبين من الأهلي هم لاعبين دوليين في منتخب مصر أو في منتخب تونس أو في منتخبات ديالهم، يمتلك كذلك لاعبين بتجربة كبيرة لعبوا مقابلة دولية كثيرة، لكن الرجاء فريق ديال ردة فعل، فريق ديال كذلك ديال عزة نفس لأنه كيف ما ذكرتي فؤاد في المقابلة الأخيرة بين أنه تل آخر لحظات ممكن أنه يرجع في المقابلة، وهذا الشيء اللي كنتمناه يحقق فريق الرجاء كذلك في مصر ويجيب نعم. نتيجه ايجابيه اللي تخول ليه المرور للدور المقبل ان شاء الله. ذلك ما نتمناه. شكرا لك سي اسماعيل الزيدي، نلقاك في فرصه قادمه. شكرا لك فؤاد وكذلك رياض وكل مستمعات ومستمعي راديو ميديا. والشكر الموصول صديقي رياض الغازي. رياض شكرا لك. شكرا خويا فؤاد وخويا اسماعيل، واحد موفق لجميع الانديه الوطنيه في المنافسات القاريه، وشكرا لمتتبعي راديو ميديا. شكرا لكم اصدقائي، شكرا موصول لمخرج هذه الحصه.